تحية مجددة مشاهدينا، لازلنا مستمرين مع حضراتكم والاستوديو التحليلي والكلام الفني قبل انطلاقة مباراة منتخبنا الوطني المصري أمام الرأس الأخضر. كابتن طارق، يعني كلام كتير جدا على بقى التركيبات الهجومية بالنسبة للعبة الوسط، ولكن الأهم إزاي نوصل لمرمى فريق الرأس الأخضر من وجهة نظر حضرتك في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. طب هو الراجل يمكن عامل توازن شويه في الجبهات كلها، في الجبهتين، وعامل توازن كمان في الحته الدفاعيه بالنسبه للتيم كله. يعني مثلا النهارده انا متوقع ان هو هيدي امام عاشور حريه كبيره جدا ان هو يتحرك كلاعب 10، وفي نفس الوقت يبقى بيكمل بيلعب 8 في نص الملعب، اللي هو انا هكمل في حاله الهجمه والكره معايا، وفي نفس الوقت اول ما الكره بتتقطع وامام بيعرف يعمل دي كويس جدا. نفس الكلام هيبقى في زياده كبيره جدا من ناحيه الشمال من عند فتوح وعمر مرموش، اللي هم هيبقوا الجبهه اللي هي هتشتغل هجوميا كتير، وهيبقى في وقفان شويه من ناحيه محمد هاني اللي هو هيحاول يامن بيه في الحته الدفاعيه مع محمد عبد المنعم ومحمد حجازي واحمد حجازي. لو هو زاد محمد هاني برضه هيدي حريه، هيدي التعليمات لان فتوح يحاول ان هو يقف في الحته الدفاعيه وما يكملش على اساس يبقى فيه شغل جبهات في الملعب. مهم جدا جدا اللي عمله الراجل ان هو الثلاثه بتوع نص الملعب دول لما هيزيد فتوح ويزيد محمد هاني لازم يبقى فيه تعليمات من الثلاثه بتوع نص الملعب ان يبقى فيه ميل ناحيتهم عشان السرعات اللي بتتعمل بيها التحولات الهجوميه للخصم. ودي مهمه جدا ان هيبقى مركز فيها مستر فيتوريا واللعيبه في الملعب، ان اي تحولات هتتعمل عليك لازم تبقى انت مركز فيها بشكل كبير جدا، لان النهارده الغلطه اوت، الغلطه في جون فيك باوت، فانت لازم تركز جدا ان ازاي ما يجيش فيك، وفي نفس الوقت يبقى عندك التوازن الهجومي بتاعك الطبيعي. والنهارده الراجل واضح من الشغل اللي هو عامله ان هو عامل ضغط هجومي بشكل كبير جدا بمرموش واحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، ودول ثلاثي اعتقد ان هم مهم جدا، على الرغم ان انا كان ليا وجهه نظر في الحته دي وممكن تبقى مجنونه شويه، بس يعني بقول ان دي كانت افضل بكتير. عمر مرموش لما لعب الماتش بتاع غانا 9.5 او تحت مصطفى محمد عمل ربع ساعه زي الكتاب ما بيقول، وكان مؤثر جدا وكان سبب من ضمن الاسباب الجون الاولاني. فكنت بقول ان لو لعب بعمر مرموش ونزل حطت تريزيجيه ناحيه الشمال وشال حد من نص الملعب وخلى امام هو اللي بيروح وبيجي، اعتقد كان بقى شكلك الهجومي افضل بكتير. انما لا، هو الراجل عارف مين اللي عملها. طيب قبل ما نطلع فاصل، كيروش كان بيلعب بتريزيجيه تحت عمر مرموش، كيروش كان بيلعب بتريزيجيه 8 تحديدا كمان، ولو تفتكر كان هما الاثنين عندهم ادوار مركبه ما بين ان عمر مرموش بيدخل كشادو سترايكر وتريزيجيه كمان. وخد بالك عنده الميزه كمان عمر مرموش في الحته دي كويس قوي، ان هو بيعرف يرجع يدافع في نص الملعب كويس قوي. يعني هو طبعا كان ممكن يعني يستغنى عن واحد من الاثنين، حمدي فتحي او مروان، بس هو طبعا الراجل بيحاول يامن على قد ما يقدر. انما ده وجهه نظر الفنيه في الحته دي، ان هو لو كان لعب بعمر مرموش عشان كمان عنده سرعات بيعرف يستلم تحت ضغط كويس جدا، ما عندوش مشكله في ان هو لما بيستلم بيعدي واحد على واحد، ونفس الوقت كنت هتستغل قوه تريزيجيه من ناحيه الشمال وتستغل قوه احمد سيد زيزو من ناحيه اليمين، ما كنتش هتبقى محتاج زياده من نص الملعب بشكل كبير جدا.